السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ مصطفى، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الله يكرمك. السؤال الأول، صحة حديث البيت الذي يقرأ فيه القرآن ترى للملائكة كما ترى لكم اليوم في السماء. إيه البيت الذي يقرأ فيه القرآن، البيت الذي صحة حديث البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى للملائكة كما يتراءى لكم النجوم في السماء. البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى للملائكة كما تتراءى لكم النجوم في السماء، لا يصح، ولا لا أعلم له أصلا. ده في رمحته منهاج المسلم بتاع أبو بكر الجزائري. لا، الكتاب من عموما كتاب منهاج المسلم يحتاج إلى تحقيق أحاديث. نعم، ليس كل ما فيه صحيح. لا يصح ابدا.